أخي نائب المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي، أخواني مسؤولي أجهزة الدولة المدنية والعسكرية في محافظة المهرة، أخواننا أبناءنا آباءنا أمهاتنا في محافظة المهرة الأبية، جئنا اليوم من عدن إلى الغيضة نحمل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونحن ندشن رحلة تجريبية لطيران السعيدة إلى مطار الغيضة الذي سيستقبل رحلة أسبوعية من بداية الشهر القادم. طبعا ربط الغيضة بعدن وبقية مدن البلاد ومناطقها أمر بالنسبة لنا حيوي واستراتيجي، أولا لتسهيل حركة المواطنين، وثانيا لتسهيل حتى عمل المؤسسات الدولة وأجهزة المختلفة. طبعا المهرة هي البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية، والمسافة الجغرافية تحتاج أن نشغل خطوط الطيران. بدأنا بالسعيدة وسوف نقوم بتشغيل خط دولي آخر على نفس الشركة، الغيضة عدن الغيضة الدمام بالمملكة العربية السعودية. أيضا لدينا خطة لتطوير أسطول اليمنية، وحينها سوف نشغل رحلة أخرى لطيران اليمنية إلى مطار الغيضة. لدينا خطة لتطوير ميناء نشطون، وأيضا نعمل على دراسات أخرى لموانئ سواء كان في خلفوت نعم، أو حتى بميناء سمكي في الغيضة نفسها. سنزور أيضا منفذ شحن، وهو منفذ دولي، لنرى إمكانيات هذا المنفذ لكي نرى التجهيزات والمباني والكادر الذي يعمل، ندرس معهم ما هي النواقص والصعوبات ونحل ما نستطيع نحله من المشاكل. والحكومة سوف تقوم ب يعني تذليل كل الصعوبات. نحن نفكر بإنشاء فرع للهيئة العامة لشؤون النقل البري هنا في محافظة المهرة، كذلك سندرس مع الأخوان في مؤسسة موانئ البحر العربي كيفية العمل والربط موانئ المحافظة بشكل مباشر، سواء عبر فرع للمؤسسة في المحافظة أو ندرس، لازال الموضوع قيد النظر والدراسة. المهرة محافظة مهمة جدا، ونحن لا ننسى أن نشكر أخواننا بالتحالف العربي على ما يبذله من جهود في إعادة تنمية هذه المحافظة، ونحب أن نطمن أبناء المهرة أن الدولة مهتمة بهم، مهتمة بكل المشاريع، وستكون الدولة هنا حاضرة دوما وأبدا، فلا يقلقوا أبدا. نحن موجودين والدولة موجودة، والأخوة في السلطة المحلية لن يقصروا أبدا، ولن يألوا جهدا في العمل على كل المشاريع التي سوف نتفق عليها، التي قيد الإنشاء أو التي نخطط لإقامتها. تحياتي لكم مرة أخرى، تحياتي الأخوة الوفد المشارك في هذه الزيارة، الأخ الكابتن صالح بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الأخ الوكيل علي صبحي وكيل الشؤون البحرية والموانئ، الأخ سالم باسمير رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي، الأخوة مستشاري الوزير ومدير عام مكتب الوزير، والأخوة في الوزارة، الأخوة في الأخ القائم بأعمال مؤسسة الهيئة العامة للنقل البري. أتينا بكل فروع في الوزارة، لكل فرع، كل مؤسسة تدرس إيش الجوانب التي تحتاجها المؤسسة المحلية هنا، وبالتأكيد ستكون هذه الزيارة مثمرة بإذن الله، وحظا موفقا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.